بن سالم المالكي وحمد بن محمد الزعبي على إذاعتهم للأشواط الرئيسية والأشواط ما خلف الرئيسية. وينطلق الشوط 13 للبكار المفاريد بحفظ من الله ورعايته. أول المراكز وأول المنطلقين هنا الجازية سعيد بن شفيع بن علي آل فهيدة المري على أول المراكز. ثاني المراكز وثاني التحديات شعار السناري هنا مع الهدة راشد بن سيف بن عبيد السناري المري على ثاني المراكز. ثالث المراكز من الجانب الأيمن هنا تصل ثواني محمد بن سالم بن صالح الدعب المري على ثالث المراكز. ونرى تدخل من الجانب الأيسر وانتقالها إلى المركز الأول هنا طولة عبد الهادي بن راشد بن زيد بن انديله المري على أول المراكز. ثاني المراكز هنا الجازية سعيد بن شفيع بن علي آل فهيدة المري. ونرى ثواني من الجانب الأيمن محمد بن صالح محمد بن سالم بن محمد بن سالم بن صالح آل الدعب النابت على ثاني المراكز. ثالث المراكز هنا تصل أول ندال الغزيل محمد بن سعد بن محمد بن سالم بن سعد على ثالث المراكز. ونرى شعار أبو شريدة يتدخل ونرى شعار من الجانب الأيمن الغازية محمد بن ناصر بن مسفر بن خليل الشهواني. نعود إلى أول المراكز نعود إلى ثواني نعود إلى ثواني على أول المراكز ثواني على أول المراكز. ولكن نرى التدخل نرى التدخل من الغازية نعم الغازية محمد بن سعد بن محمد بن سالم بن سعد المري على أول المراكز. ثاني المراكز هنا طولة عبد الهادية بن راشد بن زيد المحسن بن انديله المري. ثالث المراكز ثواني عندك يا الدعبة. ونرى هنا نرى الغازية الغازية على أول المراكز غزت الشوط الغازية غزت الشوط الغازية. هنا الغازية تهنينا وألف مبروك لمحمد بن سعد ومحمد بن سالم بن سعد لانتزاع الغازية لهذا الشوط. ثاني المراكز الغازية محمد بن ناصر بن مسفر الشهواني على ثاني المراكز. ثالث المراكز ثواني محمد بن سالم بن صالح الدعبة النابت. رابع المراكز الداودية حمد بن سالم بن مسعود بن سالم أبو شريدة. وخامس المراكز الطولة عبد الهادي بن راشد بن زيد بن محسن بن انديله المري. تهانينا والف مبروك لجميع الفائزين. شوط مثير وكانت الغزيل هي الغوية لانتزاع هذا الشوط. نرى ملخص هذا الشوط على قناة الريان الفضائية. نرى الغزيل على أول المراكز ذهبت بالناموس إلى محمد بن سعد بن محمد بن سالم بن سعد وقطعت المسافة في دقيقتين 18 ثانية 79 جزءا من الثانية. ثانية المراكز هنا الغازية محمد بن ناصر بن مسفر بن خليل الشهواني على ثانية المراكز دقيقتين 19 ثانية 33 جزءا من الثانية. ثالث المراكز هنا طولة أو ثواني نعم محمد بن سالم بن راشد آل الدعب المري دقيقتين 19 ثانية 93 جزءا من الثانية. تهانينا وألف مبروك.